أعزائي المشاهدين، طبتم وطاب مساءكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وتقبل الله صيامكم وقيامكم. ولنا حلقة جديدة وبرنامج أهل الخير، هذا البرنامج بالتعاون مع المجمع الفقهي العراقي. رافقني في هذه الحلقة الدكتور عبد الرحمن سامي والأستاذ خالد الهنيدي، مسؤول صندوق الزكاة في مدينة سامراء. حياكم الله اثنينكم. حياكم الله. من اللي اختار هاي العائلة؟ والله هو قلت لك أستاذ خالد تواصل معاه، هو عائلة يعني أنا أعرفها صار تقريبا ما يقرب من 15 سنة، هي من العاوه المتعفف، وكان مؤذن لكن لسوء حالته الصحية أحيل للتقاعد، عنده يعني ضرر في عينه يعني، وكذلك عنده حالة مرضية في البيت إحدى بناته أتصور، وطبعا يسكن في المنطقة القديمة. هو يسكن في المنطقة القديمة، لكن جزء من مدينة سامراء لا نستطيع الوصول إليه. بالمناسبة طبعا هذه العائلة تسكن ضمن المنطقة القديمة حول المرقدين، لا يسمح لي أحد بالدخول على لهذه إلا أهالي المنطقة أو بموافقات، ويكون أوقات للزيارة، وكأنما جميع الساكنين في تلك المناطق المحيطة بمرقد الإمامين وكأنما زيارة مريض، أنه تحدد الوقت اللي تزور به والفترة، ولازم تودع هويتك بأقرب نقطة. على العموم منطقة محاصرة، حتى الكل يعلم أنه مرقد الإمامين حول قرابة يمكن 2000 محال تجاري، على فندق، على وحدة سكنية، جميع هذه لم يشغلها أحد منذ عام 2006 وإلى يومنا هذا. خلينا نرجع لك استاذ خالد، وحياك الله مره اخرى. الله يحفظك يا استاذ محمد. هاي اللي اختارتها والله. هو هذا الاخ عدنان ناشدنا، يحتاج الى عمليه لعيونه ومراجعه الطبيب مالته في مدينه الموصل، ويعني قال انا ما احتاج، يعني احتاج الى حاليا اريد مبلغ التكلفه للذهاب الى هذا الطبيب حتى يحددون نوع العمليه، ووراها ان شاء الله اشوف شلون نلم له مبلغ العمليه، ومن خلال قناتكم وهاي المبادره الطيبه حتى إن شاء الله إذا الله سهل شوف أهل الخير، وندعيهم من خلال قناتكم أن يدعمون هذه العائلة. طيب، من هو راح يتقدم؟ وفاصل ونرجع مرة ثانية. أعزائي المشاهدين، عدنا لكم مرة أخرى وبرنامج أهل الخير. طبعاً إحنا الآن حالة، هي حالة أيضاً من الحالات الإنسانية الموجودة في مدينة سامراء، وهذه الحالات كثر في عموم محافظة صلاح الدين، وتحتاج فعلاً إلى تضافر الجهود، وتحتاج من حكومة المحافظة الاهتمام. حقيقة لدينا مشاكل عدة، أولاً لحد الآن لا يوجد لدينا مستشفى تخصصي بأمراض العيون، لا توجد لدينا مستشفى تخصصي بأمراض الكلى، لا توجد لدينا مستشفى تخصص بأمراض الكانسر، عافاكم الله. طبعا هاي الأمراض مكلفة جدا، وهذه يتحملها كلها المواطن. خلينا نتعرف عليك. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منو أنت؟ عدنان كامل. حياك الله. إيش كنت تعمل حجة عدنان؟ والله أنا كنت طبيب رقاب. شنو المشكلة صارت عندك؟ والله شيء، عيني ما تبيه خلاص، هاي عيني لو خنروش وتقريبا صعب عائلة. راتبك شو؟ والله راتبي 500 ألف ومطلوب، إذا أخذ راتب وأبتدي العائلة. ليش مطلوب؟ والله سويت محل بشمال مباق. أي والله. إذا أسد يعني. أسد؟ أي والله. محل فتح ومباق. ما أعرف إيه. وهسه أسوي عملية وفلوس ما عندي. أي والله قلت أروح أشيك والدكتور قال لي ما طلع. أنت وين ساكن؟ أنا بأبو الرحمن. بسامرة القديمة مو؟ إي. سامرة القديمة. إي. إي والله. هاي الحالات مشهورة لما كنت أستاذ. والله حقيقة هو يعني سابقا ما مش من يمي، بس جتني مناشدة يعني وتليفون عن طريق أحد الأشخاص، قال لي أكو حالة، طلعت علي البيت زرته، شفت وضعيته تعبانة، وعلى ما أظن يمكن عم عدنان عندك ابنية أيضا مريضة تحتاج إلى علاج. قال لي أنا والله مطلوب ومنهك على هذا الموضوع، وبعد يعني إجراء الكشف
وبعد السؤال طبعا احنا نبتدي عندنا لجنه بحث ولجنه بحث اجتماعي ولجنه بحث ميداني تابعه صندوق الزكاه فنكشف على العائله. يعني احنا مو كل من قال انا محتاج نجي عليه مباشره. بعد الكشف نسال من خلال مشايخنا من خلال المختار من خلال المنطقه يعني حتى نوصل الى مصداقيه الحاله. طبعا يعني اوجه ايضا من قناتكم لجماعه الرعايه الاجتماعيه ان يتخذون هذا الاجراء ايضا. هم عندهم لجان بحث اجتماعي وميداني ان يصلون الى هكذا حالات. تمام عيني الله يرضى عنك. كل منشور تشرت العمليه شنو مرضها؟ والله لا حب الدين على كيس كل تشرت ارجع لها اسوي العمليه. اي والله عبد الرحمن اليوم ماكو عائله زرناها وميدانيه مرتاحه يعني تحتاج. اي نعم يعني هي ماكو عائله زرناها ومشموله بالرعايه الاجتماعيه وحقيقه حتى يعني هو متقاعد لكن اموال التقاعد يعني هسه اليوم مثل هكذا حالات يعني هو 500,000 دينار زين. طيب الايجار 300 إلى 200 اذا راد ياجر. هو الاخ ساكن في بيته لكن ابو المرض يحتاج الى يعني كثير من الاموال حتى يعني يستطيع ان يسيطر على حالته. اي هو بيته قديم يعني متهالك ونقول خدم الدولة وخدم يعني مدة يعني جيدة. لذلك احنا يعني نعرض حالته نستعطف يعني اطباء اهل الخير اطباء العيون يعني لعله نقول احد من يرى هذه الحلقة ان شاء الله يقدم له المساعدة وتكون يعني علاج لحالته. طبعا اولا انا ادعو رئيس ديوان الوقف السني. اولا هنا الاخ الحاج هو كان موظف في دائره ديوان الوقف السني. وشنو كان دورك دائره؟ مؤذن. كنت مؤذن. مؤذن في جامع. الاخ كان مؤذن بجامع. عملنا برئيس الديوان يعني هذه مناشده لرئيس الديوان انه مثل هذه الحالات 500,000 دينار لا تسوي عمليه. ابسط عمليه تكون في مستشفى اهلي او عياده ما تكفيها تحتاج الى الكثير. ونحتاج فعلا انه رئيس الديوان يساهم مساهمه فاعله للموظفين المحالين على التقاعد وتسال على حالتهم. ومثل هذه الحاله اذا تنطوه 2 أو 3 ملايين يرجع ولو يساهمون بعدد جزء من بصره تكون المتفضلين عليه. وامنا فعلا انه رئيس الديوان انه يكون فريق العمل يوصل هذا الشخص. شيخ عبد الرحمن توكل حتى نستغل اكثر وقت. هي بسيطه حج عدنان هدية بسيطة هاي من المجمع الفقهي العراقي. الله يبارك فيك. أيضا هذه هدية مقدمة من أحد مشايخنا الأجلاء وأيضا سامراء يسكن في الخارج. وهذه هدية مقدمة من جامعة سامراء. وهذه هدية مقدمة من قناة سامراء. جزاك الله خير جزاء. الله يحفظكم إن شاء الله يرعاكم. الله يبارك الله يخليك. هي حتى وإن كانت هي مساهمة ولكن نتمنى أنه يوصل صوتك لأصحاب لأهل الخير أنه وأولهم رئاسة ديوان الوقف السني متقاعد بدراسة ديوان الوقف السني يكون من مسؤولية رئاسة ديوان الوقف السني. أتصور أنه تقدر تعالجه ببساطة جدا. وشيخ عبد الرحمن ننتقل إلى على أخرى أستاذ خالد يلا نتواصل وياكم ولكن بعد
يدعموها ولو بجزء بسيط. ف يعني هاي من ضمن معاناة الناس اللي تجينا يوميا. ايضا نرجع لنفس العله، لا يملكون اي راتب رعايه في هذه المشكله. طبعا يمكن اغلب العوائل اللي زرناها هي بدون راتب رعايه طبعا، ويسكنون في دار ايجار. ايضا نشوف الدار وضعها يعني تعبان جدا، دار ايجار. أعزائي المشاهدين، عدنا لكم مرة أخرى وبرنامج أهل الخير. وصلنا العائلة، طبعا هذه العائلة من ضمن العوائل اللي اختارها الأستاذ خالد الهنيدي مسؤول صندوق الزكاة، من العوائل اللي راجعتها حديثا. خلينا نتعرف عليكم أكثر. السلام عليكم. لا مية هلا. شنو مشكلتك؟ والله مشكلتي وقعت من الشيء اللي مال الكهرباء وصار عندي قطع بالحبل الشوكي. اي والله. شنو المشكلة عندك؟ مشكلة والله ما أقدر يعني منها نويش، ما أحس بيها. أيوة. عنده قطع بالحبل الشوكي لمدة صار له 7 سنوات. هاي الوضعية مات من 2014. وقع من علاج؟ والله ما طلعنا بيه الخارج الدول، بس ناب العراق. أول شيء سووا له عملية ببغداد، خلوا له بلاتين بظهره. بلاتين ما صعد الحركة، بس مجرد قاب بظهره. بعد العملية سنتين ما صار عنده تحسن. صار أنت هم أخوي عنده قرح فراش. طول بتكبي 9 أشهر على جراحته بالمستشفى. صار عنده كسر بالفخذ، طلعوا له اسعاف الكركوك. صار عنده قرح فراش. بديناها السنه كامله احنا عمليات تجميل، ولحد الان هاي الوضعيه مالته. لحد الان حتى راتب الرعايه لحد الان ما طلع. 5 أطفال عندنا. كانت تعمل شيء، انت موظف الدائره تشتغل؟ لا والله مو من هاي، صار يعني شغله بسيطه وصعدت وقعت يعني ما شغله. اي والله أذت القاع، صار عنده قطع بالحبل الشوكي، فسقاً عنده فخرتين. مراجعات ما قالوا له إيش تحتاج عملية، إيش قد تكلف؟ يقدر يرجع للحركة لما يقدر. قالوا لنا أطلع وبي، بس إحنا إمكانياتنا ما عدنا نطلع بي. يعني تعرف إحنا كنا عرب وهل إمكان هل عدنا؟ قبل عرض على طرف سامرة. إيه كنا عرب، بس عمليات كل من ذاك اليوم كل عملية تعرف أنت. والله بس البلاتين تقريباً فوق 7 عملية، فوق 7 ملايين. وهسه إحنا هذا بيتنا آجار بالشهر 100,000 دينار. صار 5 أشهر ما دافعين آجار البيت. كهرباء كل شهر 20,000 دينار، هم تقريبا 3 أشهر ما دافعين. 5 أطفال عندنا، وبلقونا يعني يخلص رمضان احنا نشيل. وهاي وضعيته، الله يشهد عليه. مرات يعني العلاج ما اقدر ادفع الهيئة. واعيش انا بالشهر 100,000 دينار. 100,000 يا اهل الخير. يعني هاي هم اخذكم وان شاء الله هم عرضكم، يا ريت اكون تكفون وياها بهذا الشهر الفضيل. ايجار 500,000 دينار، يعني احنا راح نساهم مساهمة، وقد تكون بسيطة ولكن مساهمة. احنا هذه المساهمة ليست للإيجار ولا لهذا. بلكت طلعوني، بلكت والله بعد يعني بلكت الله. ايش قد عمرك؟ 79. 79 والله بلكت الله. الله ييسر ان شاء الله. هي دعوة للخيرين، دعوة لأهل الخير. يعني كثير من الناس يعني والله سامر بيت الكرم، يعني انا متيقن اغلب سامر ما يدرون بيك. طبعا انت منين؟ منين؟ دائما احنا نشوفك على القناه ومدنا تصلنا ومدنا تزورنا، بس يعني ما عرفت ما نقدر نصلك يعني. الله يسلمك. احنا من سامره بو بدري. حياك وبيك اكثر. والله ان شاء الله كل العشائر بها الخير والبركه، وهاي دعوه لعشائرنا، لان اخذكم بحاجه لدفع ايجار البيت. احنا راح نساهم، ولكن احنا هذه مساهمتنا هي اولا ان شاء الله هي معيشتهم. والله الخبز، الله يسلمك، الله يرحم والديك. طلبهم والله مو كثير ولا يعني فد شيء يعني. هي اي بالضبط يعني اطلع اقدر اطلع واسوي شغله، بس شلون اخلي بهاي الوضعيه واطلع اشتغل وهاي اطفال؟ يعني هو لازم فين الصدر؟ عندي 4 بالمدارس، هم عندي 5 أطفال، بس وحده كبيره. انا ما قعدت عنده من طاف اخوه، تعب سنتين انا ناحبه تكريت وكفكوك سنتين الله يشهد. وانا بشفون يعني، بس تكريت 7 أشهر 9 أشهر بتكريت، وانه بكفكوك
وبطلتها من المدارس على مود اخوتها، تبقى لي عند اخوتها ولهم سنتين ثلاث سنين، هم عند عمامهم عند خوالهم عند الناس. اخي شي طبيعي يعني ما عندي مجال بعد اقعد يم الناس هيك وضعي ثاني، تعرف يعني اتهم اخوك يعني من الحاجتين جوا ما عندي مساعده هيك يعني، وفما اقدر اطلع واشتغل فقمت اخبز يعني على الخبز اخبز واساعدهم. الله يسلمك الله يبارك فيك وانتوا اهل الخير ان شاء الله. يعني كان سرير يعني طبي على اعتبار حتى تقرحات ما تصير عنده، يحتاج له يعني عناية خاصة، سرير خاص. دكتور عبد الرحمن، هاي الحالة قدام عينك، شنو نقدر شنو يقدر نساعدها يعني غير هذا يعني؟ والله احنا يعني انا واستاذ خالد ان شاء الله يعني ما نقصر معهم، لكن تدري الحالات اللي تجي كثيره. يعني المبلغ مو كبير، صحيح انا المبلغ، ولكن المبلغ مو كبير اللي يحتاجه. والله حقيقه يعني المبلغ ان شاء الله هو مو كبير، وراح انا ايضا اساهم. اول مساهمه ان شاء الله هو راح يكون لهم راتب شهري 50,000 دينار عن طريق صندوق الزكاه، انا اتقعد لهم به وان شاء الله راح اساهم موضوع شمول كسوتهم ايضا، شمول كسوتهم ان شاء الله لاولاد على العيد، واحاول ان شاء الله الم لهم جزء من الايجار من عن طريق صندوق الزكاه ان شاء الله. ان شاء الله. احنا ان شاء الله ما نقصر معها انا استاذ خالد، حالتها يعني استثنائيه وتحتاج الى وقفه وعلاج سريع، فان شاء الله ما نقصر. يعني اضافه الى هاي المساهمه ان شاء الله ايضا اكو اسامه خاصه ان شاء الله. بارك الله بكم اخوتنا على العين وراسي، الله يحفظكم ان شاء الله. صحيح والله، الله يبارك فيكم ان شاء الله، الله يبارك بعمرك. والله دائما شو اطلع على القناه ونقول دائما اقول له بس يجون يطلعوني بس يسوي لي علاج، بس هو انا امشي علاجه يعني مدنا نشوف يعني تعرف موقف. والله ان شاء الله ان شاء الله باذن هاي دي مناشده متحيين ان شاء الله صوتك الخير ان شاء الله بوجودكم. الله يبارك فيكم، الله يحفظكم ان شاء الله. اجي وعافيني في العاده، في العاده ننتظر واحد، احنا هالمره راح نعطيها ثلاث ظروف ان شاء الله، هذا واحد وهذا الثاني وهذا الثالث، هاي ثلاث ان شاء الله. واعطيني ايضا احنا يعني هذه هديه مقدمه من احد مشايخنا الاجلاء خارج العراق، بارك الله بكم. وهذه هديه مقدمه من جامعه سامراء، بارك الله بكم. وهذه هديه مقدمه من قناه سامراء. ومصورنا يعني اذا امكن يعني بس جيب لنا ظرفين الاخر حتى نفك لهم سالفه الايجار. احنا استاذ محمد ايضا نستغل هذه الفرصه ونثمن دور دكتور صباح علاوي، وايضا نثمن دور الشيخ اللي ايضا متبرع، ما اعرف يعني احنا ما حد نذكر اسمه يعني، هو ما حب يذكر اسمه ولا حتى نقول الشيخ منو، ولا حتى ما طرح يعني علينا نقول شيخ، ولكن احنا حبينا يعني احنا من باب الجزاء. وتعرف اهل سامراء يعني هو شخصيه تسنمت منصب كبير، شخصيه كان لها دور في سامراء ولها فضل على أبناء سامراء، فجزاه الله خير. ونطلب من باقي الميسورين باقي المسؤولين أن يرعى مثل هكذا برامج تصل إلى مستحقيها، يعني فرحة عيد، إحنا جاينا العيد ونتمنى أنه أحد يتبرع لنا في فرحة عيد. طبعا هي دعوة لكل المحسنين يابا، أي شخص يريد يوصل مساعدة لأي مواطن كان عن طريق البرنامج احنا حاضرين، يرافقنا ايضا بالبرنامج حياه الله، ابواب البرنامج لا تزال مفتوحه للجميع، وان شاء الله مستمرين ان شاء الله حتى نصل الى كسوه العيد ان شاء الله. ان شاء الله من نكمل هسه، احنا راح نختم ونرجع ان شاء الله، بس ننتظر مصورنا يجينا مخرجنا. طبعا احنا معادة من نطي يعني هالقد، ولكن هذه ان شاء الله هذه ظرف اخر ايضا 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 من جامعه سامراء نعتبره، وهذا ايضا من مشايخنا الاجلاء من شيخنا الجليل.
طبعا أشكر من رافقني في هذه الحلقة الدكتور عبد الرحمن سامي إمام الخطيب جامع الرزاق، والأستاذ خالد النهيدي مسؤول صندوق الزكاة في دائرة ديون القسمي في سامراء، وأشكر كادر العمل في التصوير مصطفى الجمعي وأحمد العباسي، وفي الإخراج مهيمن البياتي. إلى حلقات أخرى، وتقبل الله صيامكم وقيامكم.